السيد النائب أحمد بهاء شلبي، الرحمن الرحيم. شكرا يا رئيس على الكلمة، وطبعا بشكرك على البيان وافي وكافي. في البداية طبعا احنا باسم الهيئة البرلمانية لحماية الوطن بنتقدم بخالص التعازي والمواساة لإخواننا في فلسطين حكومة وشعبا في شهدائهم ومصاباهم. أولا احنا بنحب نأكد طبعا على أن ما يحدث في قطاع غزة حاليا هو يندرج تحت جرائم الحرب، وبنطالب بالتوثيق الجيد لكل هذه الجرائم من قبل أن احنا نقدر نلاحق قانونيا هذه الجرائم مهما طال الزمن. وبنؤكد على رفضنا لأي نوع من أنواع التهجير للشعب الفلسطيني، والهيئة البرلمانية بتدعم وراء القيادة السياسية كل الخطوات والإجراءات التي تتخذها من أجل الحماية الأراضي المصرية وحماية الأمن المصري. وأخيرا يا فندم، بنطالب كل الأطراف المرتبطة بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل مستدام والرجوع لحدود الدولة الفلسطينية لحدود 67. وشكرا يا فندم. شكرا.